عندما نتحدث بلغة الأرقام نجد أن أحمد شديد إناوي واحدا من أبرز العناصر التي تألقت وسطرت تاريخا في الجبهة اليسرى مع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية، بداية من الأهلي ونهاية بتجربته الأخيرة مع المصري. أحمد شديد بدأ رحلة التألق مع القلعة الحمراء في عهد الجيل الذهبي مع الفريق تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه قبل أن يرحل بشكل مفاجئ لينتقل للنادي المصري. وتألق شديد مع الفريق البورسعيدي ليقرر جوزيه إعادته للأهلي من جديد في 2011، واستمرت مسيرته في حصد الألقاب والبطولات القارية والمحلية مع حسام البدري قبل أن تنتهي رحلته مع الأحمر بعد تولي الإسباني جاريدو في 2014. المسيرة الأصعب في مشوار شديد إناوي كانت بعد رحيله من الأهلي واللعب لطلائع الجيش واستمرار مشوار التألق قبل الرحيل واللعب لأسوان، ومن بعده الانتقال للإنتاج الحربي وتحقيق رقم قياسي بالمشاركات المتتالية في المباريات بالدوري المصري قبل أن يقرر العودة من جديد للمصري ويصل بالفريق لربع نهائي الكونفدرالية، بالإضافة إلى مساهمته في وصول الفريق للمربع الذهبي بالدوري الموسم الماضي ليفاجئ الجميع بفسخ عقده مع الفريق البورسعيدي رغم تألقه مع المصري العامين الماضيين. في النهاية، هل يبدأ شديد رحلة أخرى في الموسم المقبل وتحدي جديد؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أحمد شديد إناوي لاعب المصري السابق أو الحالي هنعرف منه، شرفني ونوري شديد. حبيبي كابتن سيف، طبعا أنا برحب بيك، كنت عارف أنا ببقى مبسوط إزاي معاك، وأنا كمان يعني طول الوقت بنبقى مع بعض، شرف ببقى سعيد يعني بوجودي مع حضرتك، يعني شرف ليه، شرف بوجودك النهارده. حبيبي يا كابتن، انا طبعا في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، انا في البدايه بنعي شهداء الوطن واحفظ مصر وجيشها يا رب. ثانيا انا من طبيعتي كابتن انا ما بحبش اظهر في الاعلام، بس انا جاي النهارده مع حضرتك عشان طبعا حضرتك متشاف على طول والناس بتحبك، فانا جاي اظهر مع حضرتك النهارده ان انا اظهر لجمهور النادي المصري الحقيقه مش اكتر. لعبت 4 سنين في المصري ودي الخامسه، مظبوط كده؟ مفروض اديت الحقيقه بشكل جيد، ما غبتش يوم، كنت التزام بشكل كبير، لعبت مع كل المدربين، ولكن فجاه ايه المشكله بقى؟ ايه اللي حصل؟ انت اصلا اخدت استغنى من المصري؟ خلاص استغنى، مشيت خلاص. نبدا كابتن من البدايه، يعني كده نبداها خطوه خطوه مع بعض براحتك. انا طبعا بقول تاني انا بشكر حضرتك انك ساعدتني ان انا اوصل الحقيقه للناس. شرف ليه. اولا انا حابب اشكر جمهور النادي المصري على الفتره اللي انا قضيتها، ان جمهور محترم داخل النادي، ويمكن انا لما سبت النادي ورجعت عشان خاطر زي ما قلت قبل كده ان انا ارد جميل جمهور حب جمهور النادي المصري عليا، وهفضل اقولها في اي مكان ومش هتنازل عنه. وكان سبب ان انا ارجع للمصري ما قابلتش عروض كتير قبل ما تجيلي، يعني العروض اللي جات لي انا ما قبلتهاش عشان خاطر ارجع النادي المصري. ويمكن حضرتك انا اقل عقد في النادي المصري. يعني اقل عقد؟ يعني اقل عقد في اللعيبه الكبيره كلها، يعني اقل عقد، يعني رقم يتاخد في اي حته، يعني رقم. عارف انك بتاخد 4-5؟ لا لا فيش الكلام ده خالص، لا لا الكلام ده استحاله، يعني لا ده رقم يعني ما يليقش اصلا بيا ولا باسمي، يعني 4-5 ما يليقش؟ لا اللي انا باخده ما يليقش بيا، يعني اقل من كده؟ لا بكتير، ارجع تاني، ارجع 2 تحت، ارجع تحت الاثنين. ارجع تحت الاثنين. هو في عقود اكبر من كده؟ في عقود اكبر من كده، يعني اكبر حته ولا اكبر بمسافات؟ مسافات ضعفينك يعني؟ ضعف. فطبعا انا طالع مع حضرتك عشان مصلحه النادي، مع ان انا مشيت بس انا صعبان عليا الجمهور بجد، يعني انا صعبان عليا جمهور النادي المصري. لازم جمهور مصر يعرف ان بيوصل لهم اكاذيب واخبار غلط، اللي هي بتاذي النادي، اللي هي بتاذي النادي يا كابتن. يعني لما نيجي نتكلم مثلا، هو في لعيب كابتن سيف هيحرض لعيبه والمدير الفني يطلع يتمسك بيه؟ هل في لعيب هيطلع يعرض لعيبه والمدير الفني يطلع يقول عليه الكلام اللي قاله ده؟ ما اعتقدش. طب ايه الكلام؟ الكلام يا كابتن الناس سمعته، والكابتن معين قاله بعد المباراة الإسماعيلي، بيأكد كل كلمة أنا بقولها هنا. يعني بيأكد كل كلمة بقولها يا كابتن. يعني مثلا يا كابتن
لما كابتن معين لما انا اقعد مع مجلس الاداره ومجلس الاداره يقول لي الكابتن معين مش حابب ان انت تبقى موجود معاه تاني او موجود معاه في الفريق, والكابتن معين يطلع يقول كده. هو طلع الكابتن معين على الهواء قال كده؟ طلع على الهواء قال كده. طب احنا جايز معانا يا جماعه كلام الكابتن معين؟ طب تعال نشوف. وقع فسخ تعاقد مع جديد إيناوي, كانت الرغبة منه ولا مجلس الإدارة, ولكن أنا كنت نطالب باش يجي باك آخر مع جديد يعاون جديد. اليوم جديد مشى وحتى العيون أخذها كارت أحمر, معناها ديما عندنا مشاكل في الملعب, ولكن المشاكل اللي برا الملعب أكثر بكثير. نتمنى أنه في الأيام القليلة القادمة تتضح الرؤى ونفهموا. أنا كمدرب وقت اللي كان فما استقرار وانت سألتني في المكان هذا قلت لي باش تمشي وعندك عروض, قلت لك لا انا مكان مرتاح فيه راني ما نمشيش, وخاصة شفت حب معناها الناس وتقدير الناس, هذه حاجة معناها ما عندهاش ما تشراش بالفلوس. ده كلام الكابتن معين, راجل متمسك بيك. اه عشان كده بحكي لحضرتك, انا دي كارثة يا كابتن لما الإدارة تقول لي الكلام دوت والراجل متمسك بيا. يعني الراجل ما يبقاش عارف مين اللعيب اللي هيمشي او مين اللعيب يمشيش. لا دي 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 بالصح يا كابتن, لان زي ما انت سمعت حضرتك كده الراجل قال لك عايز باك ليفت يساعد شديد. طيب انا عايزك برضه تسمع الاستاذ علي الترابيلي امين صندوق النادي الاهلي, نشوف النادي المصري نشوف قال ايه برضه ونرجع تاني. في جلسه جامعه الاستاذ سمير حربيه رئيس النادي مع احمد شديد, وبغض النظر عن مين اللي طلب او الكلام ده لان مش ده مجاله, ان في النهايه تم الاتفاق بشكل ودي على فسخ التعاقد, لان كان في من وجهه نظر احمد شديد كان في صعوبه ان هو يكمل, وكان في وجهه نظر طبعا من ناحيه مجلس الاداره بعد الكلام اللي بعض اللاعبين قالوه ان الكابتن احمد يكمل, لكن في النهايه الموضوع تم بمنتهى الهدوء وبدون اي مشاكل, وبنتمنى له التوفيق في اي في الفتره الجايه في حياته, يعني في اي مكان حتى هيروحه اذا كان هيكمل او هيخطط لحياته بشكل او باخر. و يعني احنا بنقول ان اي حد جه النادي المصري, النادي المصري طبعا له فضل عليه ايا كان, سواء مدرب او لاعب او في مجلس الاداره او موظف او اي حاجه, لكن ما ينفعش كل ما لعيب يمشي من النادي المصري ان احنا نطلعه يعني او ننعته بصفات مش كويسه. طبعا احنا لازم كل شيء يمر باحترام, اللي بيجي النادي بيجي باحترام, واللي بيمشي من النادي بيمشي باحترام, ومفروض ان هو برضه هو ماشي بيسيب ذكرى طيبه, ده الشيء المثالي اللي احنا دايما بنبحث عنه. لكن تم الاتفاق بشكل ودي وسريع جدا على انهاء العقد, وتم انهاء الامر المادي بشكل سريع جدا, والاستاذ سمير دفع معاه مقابل فسخ التعاقد مبلغ 100,000 جنيه, وما كناش طبعا نتمنى ان الامر ده يحصل, لكن قدر الله وما شاء فعل, واحنا بنتمنى بقى فتره هدوء واستقرار في الفريق الفتره الجايه دي ونرجع لسابق عهدنا. احنا بقى لنا اكتر من سنه دايما كنا او سنتين ثلاثه اللي فاتوا, يعني كان الامور بتبقى في الدور الاولاني فيها بعض مشاكل, الفريق كان بيقف على رجليه وبيكمل في الدور الثاني بيوصل لمكانه طيبه, وده اللي احنا بنتمناه السنه دي ان شاء الله. يعني ده تصريح الاستاذ علي الترابيلي, تصريح اعتقد في قمه الاحترام, يعني الراجل قال ان العلاقه خلصت باحترام وبهدوء. يعني هي العلاقه خلصت وممكن حضرتك زي ما هو بيقول باحترام او بهدوء دي برضو ممكن, لكن هي المشكله يا كابتن ان اللي وصل للجمهور كلام يريح الجمهور مش اكتر, اللي هو ان جديد بقى كفش فدا, لان انا ما قلتش لحد ما تروحش, ما قلتش لحد ما تجيش, اللعيبه ما اتكلمتش مع لعيبه, اللعيبه موجوده حضرتك تقدر تسالها, انا ما اتكلمتش مع حد خالص. انا كل اللي انا اقدر اقوله لحضرتك ان الكارثه الكبيره اللي زي ما بقول لك كده, مثلا زي ما هو حضرته بيقول, بس الكارثه الكبيره ان مثلا كابتن معين ما عرفش ان انا اصلا مشيت. دي 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 توقع اي نادي اصلا يا كابتن, لما لعيب يمشي من ورا المدير الفني دي توقع لعيب في حاجه غلط, نبقى ندور على الغلط. فانا اللي مزعلني يا كابتن ان هم عشان يريحوا جماهير, عشان يريحوا الشارع في بورسعيد جابوها فيا انا, يعني انا اللي شلت بمعنى الكلمه, انا اللي شلت الليله. بس الموضوع كان جماعي من اللعيبه كامله, يعني ما فيش لعيب, يعني بدليل ان كان في 8 9 موجودين في الفريق, لو انا مش عايز, لو انا عايز اعمل عجمه هقول لهم ما تروحوش هم كمان.
ده ما حصلش يا كابتن خالص، الكلام ده ما حصلش خالص مني، انا اتظلمت في الموضوع دوت. وكنت ما انت ايه اللي دخلك في الموضوع؟ ما انت مالكش علاقه بيه خالص. ما انا ما دخلتش في الموضوع، بس انا موجود مع كنت موجود مع المجموعه اللي هي ما راحتش الفرقه كلها يعتبر. طيب الفرقه كلها اشمعنى انت؟ عشان كابتن الفرقه، هو كابتن الفرقه بس يا كابتن عشان يبقى في الصوره بيتفهم غلط، كابتن التيم بيتفهم غلط، كابتن التيم لازم هو اللي يشيل كل حاجه. تمام. اولا يا كابتن عبد الحليم علي لما كان موجود، يعني مثلا تقدر تقول لي كابتن عبد الحليم علي مشي ليه؟ اقول لك انا مشي ليه. كابتن عبد الحليم علي كان بيدور دايما على الحقنه. كابتن عبد الحليم علي دايما كان بيروح بما يرضي ربنا، بيوصل الكلام بما يرضي الله. اللي انا اتعلمته في حياتي واتعلمته في الكوره، ان لما بيبقى فيه مدير كوره بيبقى الصله اللي ما بيننا وبين الاداره. طيب ما انتوا عندكم الكابتن كريم زكري؟ لا ده ما كانش بيحصل يا كابتن، ما كانش في اي تواصل. الكلام اللي كان بيتقال للكابتن كريم ما كانش كان عادي، ما كانش بيجي لنا رد بيه اصلا. تمام؟ يعني ما كانش بيجي لنا اي رد بيه يا كابتن. يعني الكابتن كريم ما كانش هو همزه الوصل؟ كان همزه الوصل لو في رد بيجي، هو ما كانش بيجيب رد، هو كان رده علينا مش عارف ما يمكن فرد ما اللعيبه ما تس يعني ما ينفعش تسمعه. فاللي هيوصل اللعيبه للدرجه دي يا كابتن ان هي هتقعد حاجات كبيره مش حاجات قليله، حاجات ان هم جابوا اخرهم مش لاقين حد معاهم، مش لاقين تواصل معاهم، مش لاقين حد عارف عايزين يوصلوا حاجه بس مش عارفين مين هيجيب لهم حقوقهم. فاهم قصدي يا كابتن؟ السنه اللي فاتت يا كابتن على مدار السنه لم يحصل اي مشكله في النادي المصري على مدار السنه، بدليل ان النادي المصري وصل للمربع الذهب ولعب افريقيا، لان ما كانش فيه مدور، ما كانش فيه مدير كوره. تمام. كنت انا كابتن علي كان مكلفني ان انا المسؤول عن المعسكر. فانا بذلك انا واخد قوه ان انا المسؤول عن المعسكر، فانا واخد القوه الكامله ان انا كنت بتلينك انت مع مين؟ انا كنت بلينك مع مين؟ كنت بلينك اولا بنزل للكابتن علي اتناقش معاه وبنوصل المعلومه، بتكلم مع حاج محمد الخولي وبنوصل لحلول، يعني في حلول كنا بنوصل، على الاقل كنت حاسس انه عايز ان احنا هنساعد بعض. فكنت بوصل للعيبه واللعيبه بتستحمل وما فيش مشكله. انا اكتر من مره كابتن كذبت على اللعيبه عشان المركب تمشي. انا اكتر من مره كذبت على اللعيبه عشان المركب تمشي، عشان نمشي الدنيا والامور تمشي، والامور مشيت ولعبت مربع ذهبي ووصلت لافريقيا. اللعيبه دلوقتي يا كابتن حست انها عايشه لوحدها في برج العرب، حاسه ان مفيش حد بيساعدها، احساس مش حلو، احساس وحش. فاللعيب طبعا ليه بيته وليه اهله وليه كل ده. انت شايفه عشان وجود مدير كوره؟ انا شايفه لان مدير الكوره هو صله الوصل، لازم يساعدني. انا يا كابتن هقول لحضرتك على حاجه، انا مدير الكوره لما كان، عشان بس بيقولوا ان كابتن الفرقه هو السبب ومش هو السبب، الكلام ده اللي منتشر يعني في الشارع البورسعيدي، بس انا لما اجي اوضح للجمهور لازم اقول لهم ان مدير الكوره مثلا لما بيجي يجتمع بلعيبه، بيجي يجتمع انه يحدد حاجه، كابتن بيكلم كابتن الفرقه. لا انا كنت بوصل يكلمني بلاقي 7 8 9 لعيبه، يعني معظم لعيبه قاعده بيتكلم معاهم، فبذلك انا جاي التاسع، فبذلك انا ماليش اتخاذ قرار لان في نقاش كتير في الموضوع. فاهم قصدي يا كابتن؟ حتى مجلس الاداره لما كان بيتكلم كذا لعيب. بذلك انا برضو ماليش قرار لان اللعيبه بتتناقش، انا كنت باخد قرارات يا كابتن سيف من لعيبه، يعني كنت يعني انت شلت ليله مش بتاعتك؟ مش بتاعتي خالص، لان انا كابتن كنت باخد قرارات، يعني في لعيبه مثلا تيجي تقول لي هيحصل كذا والاداره وعدت بكذا، طب ده الكلام ده يتقال لنا لو انت عايز تشيلني ليله يا كابتن. وانتوا ليكوا حاجات متاخره اصلا؟ في المفروض 3 شهور وثلاث مكافئات. ده اللي موجود، بس طبعا انا اتنازلت عن كل حاجه ومشيت، لان انا بقول لك اللي حصل معايا في عند الحاج سمير يخليني كنت اخد القرار ده. بس خليني برضو اخد برضو ايه يعني وجهه نظر الطرف الاخر اللي مش معانا. انت بقالك 4 سنين في المصري، ال4 سنين كلهم مع سمير حلبيه، ال4 سنين كلهم لا كام سنه مع سمير؟ 3 سنه ونص. ليه هو انا ما كنتش موجود قبل كده؟ انا كنت موجود ايام كام مستر كامل ابو علي والحاج سيد متولي. لا انت حضرت الفتره الاخيره دي قد ايه؟ سنه ونص والدور الاول ده سنتين يعتبر سنه ونص. طيب سنه ونص كان كلهم استقرار هدوء. وانت بقول لحضرتك السنه اللي فاتت كانت فيها استقرار،
انا بقول لك بعد كابتن عبد الحليم ما مشي والاستقرار وقف. كابتن عبد الحليم كان بيطالب بحقنا عشان كده رحل. انا بوصل لحضرتك الجزئيه. انت يعني انت وجهه نظرك اللي انا فاهمها ان انت خلاف مع كريم زكري صح؟ لا لا، خلاف مش مع كريم زكري بس. انا بقول ان مدير الكره هو صله الوصل. غير يا كابتن ان لما نيجي نتكلم في الحاجات اللي تدمر اي معسكر، ان اسرار المعسكر بتطلع بره وبتطلع لصحفيين معينين في بورسعيد وبتطلع بالطريقه اللي هم عايزين يوصلوها. ده غلط. انا ده مش انت مش مساعدني على ان انا اخد قوه في الفرقه او اخد اي حاجه. لما نيجي نساعد بعض يا كابتن، لا لازم يبقى المنظومه كامله. منظومه تكمل ازاي وانا اصلا اسرار فرقتي بتطلع بره؟ طب انت قعدت مع رئيس النادي مع الحاج سمير حلبيه ما وضحتلوش الرؤيه دي؟ وضحت كل حاجه. وضحت كل حاجه وقلت له انا بيتاخد اخر واحد بيتاخد قرار، انا اخر واحد بيبلغوه، انا مدير الكره لما بيقعد مع اللعيبه بيقعد مع كذا لعيب، وانا ببقى مثلا رقم 8 او رقم 9 باجي فبسمع منهم. معين الشعباني ما كلمكش بعد القرار ده؟ كلمني. قال لك ايه بقى؟ قال لي انا ما استغربت من قرارك، استغربت من القرار ان انت مشيت وانا انت عارف انت لعيب مهم عندي وانا محتاجك. عشان كده بقول لك في لغز كبير في الموضوع. اسالك سؤال بصراحه، انت تمردت قبل كده مع النادي المصري؟ لا. يعني اتصرت على مباريات قلت انا تعبان عندي ظروف؟ طيب ماشي كابتن، طالما انت فتحت الموضوع دوت يبقى انا اقدر اقول لحضرتك انا لعبت ماتش نيجيريا في نيجيريا وكابتن معين عارف الكلام ده، ومراتي كانت في حاله مش كويسه وسافرت مع الفرقه يعني نيجيريا. حاله مش كويسه، كانت تعبانه يعني؟ كانت تعبانه جدا صحيا يعني. لا لا، كانت تعبانه جدا في حاله يعني ممكن كان في خطر يعني. لا اله الا الله. وسافرت نيجيريا. رحت مع لعبت ماتش القطن الكاميروني وابني عنده تسمم. ماتش المولين الاخير يا كابتن، عشان برضو في ناس طلعت قالت لك اصل ده بيدعي الاصابه ومش بيدعي الاصابه، انا معايا تقرير واشاعه ان انا عندي شد من الدرجه الاولى. لعبت 30 دقيقه وكابتن معين عارف الكلام ده، لعبت 30 دقيقه وانا عندي شد من الدرجه الاولى، كملت الماتش لنهايته. ما اعتقدش يا كابتن ان ده الشخص اللي ممكن يكون كده. على مدار تاريخي انا سمعتي طول عمرها كويسه وسمعتي الحمد لله كل الناس عارفه كده. المشكله ان الجمهور في بورسعيد هو شايف الحقيقه بس هو الناس بيوصل لهم الكلام اللي مش صح، فالطبيعي ان هو ده. انا اعذرهم على فكره، انا ما زعلتش منهم وما زعلتش من اي اهانه جات لي او اي شتيمه، انا ما زعلتش منهم لان هم وصل لهم الكلام الغلط. صعبان عليك نفسك؟ صعبان عليا التعب اللي انا تعبته، انا تعبت مع النادي المصري، وصعبان عليا ان انا واحد بيحب النادي المصري بجد يعني، واحد بيحبهم بجد وكنت بتعب وبجتهد. اقول لحضرتك على حاجه كابتن سيف، انا واحنا مسافرين ربع النهائي اللعيبه كانت متدمره نفسيا بسبب الفلوس والكلام ده كله. حضرتك تسال اي لعيب في الكلام اللي هقوله ده هيقول لك حصل. انا قعدت مع اللعيبه تمام وقلت لهم انسوا اي فلوس دلوقتي، تمام انسوا اي فلوس دلوقتي. البطوله دي لو جبناها اللي بيلعب واللي مش بيلعب هيتعمل له تمثال في بورسعيد. هيبقى عالم في بورسعيد. بس انت في السنه ونص دي اداره المصري اخرت عليكوا حاجه؟ يعني انا مش سامع صوت في المصري، على طول الامور ماشيه بشكل هادئ بشكل جيد. التواصل مش موجود يا كابتن، التواصل لعيبه في برج العرب، الموضوع برج العرب ده صعب جدا. التواصل مش موجود، احنا حاسين ان احنا لوحدينا، ويمكن كابتن معين طلع نفس الكلام اللي انا بقوله. كابتن معين قال لك احنا لوحدينا وما حدش حاسس بينا. طب كان مع كابتن علي، انا كنت موجود معاكم في المعسكر وكنتوا كلكم بتشيدوا على العلاقه بينكم وبين الاداره، وكان نفس الاداره اللي موجوده. لا، الاداره مختلفه دلوقتي. كان سمير حلبيه اللي موجود برضه، حاج سمير بس اللي موجود. الباقيين مختلفين كلهم. طب الشربين اللي موجود، حسن عمار موجود، يعني ما بس المعظم مش موجود يعني. بس ما اعرفش، ما انا بسالك، وانا بسالك ايه اللي حصل السنه دي؟ ايه السبب يعني؟ ما انا بسال لحضرتك برضو ايه السبب اللي حصل السنه دي؟ طب ما انت السنه اللي فاتت كنا ماشيين كويس، عشان كده الفرقه كانت ماشيه كويس، عشان كده وصلت ربع نهائي. انت ليه ليه المصري في الموقف ده؟ ليه المصري في المركز ده؟ طب ليه الامور الفنيه اتدربكت فجاه؟ الامور الفنيه ازاي؟ يعني ليه مستوى الفريق اتهز فجاه؟ اتهز بسبب اللي انا بقوله لك ده حضرتك، انا لعيب مش لاقي حافز، مش لاقي اي دعم. انا رايح العب ربع نهائي، المفروض الطبيعي ان انت خلاص قربت من قبل النهائي. طب اللعيبه اخذت مستحقاتها؟ انا مشيت، معرفش، مش يعني عارف. يعني في النهايه انت مشيت واللعيبه نزلت التمرين ولعبوا الماتشات، اخذوا بقى ولا لا لسه؟ طب اللعيبه دي ما سالتش عليك؟ يعني بلاش الاداره بقى، اللعيبه بقى اللي انت كنت كابتن فريق معاهم،
والله اللعيبة بتتكلم وبتسأل يعني، بس يعني ما راحوش مع الإدارة مثلا قالوا لهم الراجل ده ملوش دعوة؟ لا قالوا، لا لا اللعيبة اتكلمت، لعيبة اتكلموا وقالوا الكلام دوت، بس كلهم قالوا ملوش دعوة، وكله عارف إن أنا ماليش دعوة. هي مش محتاجة إن اللعيبة تتكلم والله يا كابتن، الموضوع واضح وصريح يعني، هو مش محتاج إن اللعيبة تتكلم يعني. لكن اللعيبة اتصلت بيا وهم عارفين إن أنا ماليش ذنب في أي حاجة من اللي حصلت دي خالص، وعارفين إن أنا شخصيتي إيه معاهم، وعارفين أنا بتعامل مع كل لعيب إزاي، وعارفين انا شلت قد ايه يا كابتن سيف. انا شلت كتير والله العظيم، شلت كتير، شلت صعوبات كتير، شلت اكاذيب كتير. انا كنت بكذب على اللعيبه عشان المركب تعدي والله. سيف المصري كبير برضه يستاهل طبعا طبعا. لا معاك. انا عشان كده كنت بتكلم معاهم وبقول لهم يا رجاله ونمشي الامور وكانت اللعيبه بتسمع والله. بس الفتره الاخيره كابتن سيف ما بقاش حد، اللعيبه حست ان هي بتلعب زي ما بتلعبش، ما بقاش في تواصل نهائي. علاقتك بعلي ماهر اقوى ولا معين شعبان؟ والله انا استفدت من الاثنين طبعا، لكن كابتن علي طبعا عشان كابتن علي انا اعرفه من زمان فهو قريب مني، لكن كابتن معين انا اتمنى ان بورسعيد جمهور بورسعيد يحافظوا عليه، ولان كابتن معين مدرب كبير واتمنى ان هم يحافظوا عليه بجد يعني، ما يستعجلوش عليه لان هو الظروف اللي هو شافها اصعب مما تتخيل. لو المصري سعى للصلح معاك وحب ان الامور ترجع، ما تردش دلوقتي غير بعد الفاصل، نشوف حيولي. بقالنا 10 دقايق قاعدين بنعرض تاريخه، ايه التاريخ ده؟ والله يا كابتن سيف والله العظيم مش عشان يعني مش عشان بقول حاجه الناس تعرف، داخل على 500 مباراه 407 تعب والله يا كابتن، تعب وجهد وكل حاجه. انا اي نادي بلعب فيه يا كابتن ما ببخلش بنقطه عرق. انا اي نادي بلعب فيه ما بحاولش اضيع وقت. الناس في الكنترول جوه بيقولوا لي شديد شديد. لا لا يا كابتن والله مش كده، بس والله العظيم انا يمكن بسعى كل دقيقه على شغلي مع جوزي ومع برادلي ومع علي ماهر ومع معين الشعباني، مشوار طويل احمد شديد تاريخ يعني. الحمد لله يا كابتن انا تعبت في حياتي وسعيت لغايه ما ربنا، وعمري ما قصرت في شغلي دقيقه ومحافظ على نفسي الحمد لله، وبلعب بضمير وباخلاص عشان كده يمكن وصلت للارقام اللي حضرتك شايفها ديت. الارقام دي ما بتجيش وخلاص غير بالتعب والجهد، وانا بعمل كده على طول يا كابتن، حتى وانا قاعد دلوقتي بركز ازاي هتعب الفتره الجايه واشتغل ازاي. انت جاي زعلان من اداره المصري؟
انا جاي زعلان ان الشكل مش حلو، الشكل المشيان ان انا هقول لك بقى، عايز اقول لك حاجه، وانت راجل قعدت معاهم فتره طويله، تاريخ كبير والزعل بيروح ومحدش عارف بكره في ايه، لازم تفضل علاقات طيبه بينك وبينهم. ممكن تكون جات في فتره زعل بسوء تفاهم، لكن انت عشت معاهم سنين كتير، كنت انت نجم وهم كانوا في ظهرك بشكل كبير جدا. مش بس سمير حلبيه على فكره، سمير حلبيه وخولي وحسن عمار وعدنان، ما عنديش مشكله على فكره يا كابتن، انا ما عنديش مشكله مع حد. في انا اللي بحكيه لحضرتك دوت، انا زي ما قلت لك في البدايه، انا اتشرفت بوجودي في النادي المصري، وتشرفت بوجودي ان انا لعبت قدام جمهور النادي المصري، وهفضل اقولها زي ما بقول لك كده، هفضل اقولها في اي حته، ان الجمهور المصري طول عمره عارف احمد شديد، وجمهور المصري بالنسبه لي حاجه كبيره. فعشان كده بقول لحضرتك، انا من البدايه ما اقدرش ان انا اخاصم، انا ما بعرفش ازعل من حد اصلا، يعني انا شخصيتي ما بتزعلش من حد. لكن اللي زعلني بس يا كابتن ان انا ما كانش فيه مسؤول مديني مصدر قوه ان اللعيبه تسمع كلامي. يعني انا شلت ليله مش بتاعتك، مش صاحب قرار، انا مش صاحب قرار عشان اخد ليله او مش ليله، دي مش بتاعتي. انا اللعيبه اصلا زي ما بقول لحضرتك كنت لازم. طب سالتك قبل، لو قعدت صلح والامور هديت؟ والله يا كابتن مش موضوع صلح او فراق او بعد والكلام ده كله، مش الموضوع بتبقى كرامه. انا من الشخصيات اللي عندها كرامه، عشان كده زي ما انت حضرتك شفت الارقام كده، انا محدش جه خالص على كرامتك. لا تصريحات أنا الناس، انا حضرتك تصريحات الناس في منتهى الهدوء ومنتهى الادب. هي منتهى الهدوء ومنتهى الادب، لان هم عارفين احمد شيد يا كابتن، عارفين ان انا راجل محترم، وعارفين ان انا راجل نظيف ومتربي. هم انت راجل نظيف، هم ناس محترمه جدا طبعا. انا بقول لحضرتك، انا عارف ان هم، يعني انا بكلمك كابتن في حاجه بتحصل حقيقه. بتحصل مش اكتر. لو الدنيا هديت في يوم من الايام ترجع المصري ولا ما تردش دلوقتي؟ شفت انا جدع ازاي؟ مسيرها الامور تهدى، الامور ترجع، ومحدش عارف بكره في ايه. يعني دايما في الكوره في تقلبات والحياه. انا اللي مزعلني بس يا كابتن، معلش، انا اللي مزعلني الموضوع مش في الرجوع او البعد او الكلام ده، اللي مزعلني بس ان وصل كلام للناس مش صح، يخليني عشان يريحوا الناس شايلوها شديد شلها. فهمت معنى بس كده؟ بس انت وضحت للناس. طبعا وضحت للناس يا كابتن، مش طرف في القصه. وعايز انا بطلب من حضرتك، يعني من خلال حضرتك، انا بشكر سياده المحافظ. الراجل ده لولا وجوده كان زمان محترمه جدا. لا طبعا، طبعا انا ما قعدتش معاه كتير غير مره ومرتين، ما شفتوش غير مره ومرتين بس. الراجل اشهر واحد عند جمهور المصري. لا طبعا، الراجل بيعمل حاجات كتيره مع النادي، وبيعمل حاجات انا انبسطت في وجودي في النادي المصري، في وجوده، لان كان بيساعد، هو السبب ان احنا وصلنا ربع النهائي. يعني هو السبب، هو جماهير النادي المصري الصراحه، يعني جماهير النادي المصري ومجلس اداره المصري. بغض النظر لو انت زعلان منهم، ليهم جزء برضه. انت حضرتك الناس تعبت. انا عايز بقى ايه بعد ما انت هديت كده وفضفضت، برضه لازم الامور تمشي بشكل كويس، سكتك ايه اللي جاي؟ والله يا كابتن انا مريح الفتره دي مع اولادي، عشان انا طبعا انت عارف انا كنت قاعد في برج العرب ما بشوفهمش بالثلاث شهور. فمريح مع اولادي الفتره ديت، محتاج اقعد معاهم اكتر لان انا ما كنتش بشوفهم خالص. وخلال الايام الجايه ان شاء الله جاي لك حاجه؟ الحمد لله اكيد يعني، بس خلال الفتره الجايه ممكن ترجع مع حبيبك؟ اكرر طبعا، انا مش يعني سيبها كده للايام ان شاء الله. ايوه انت ما ردتش عليا. انا ارد عليك؟ انا بقول ممكن ترجع. انا بقول لك لسه، انا ما اعرفش، انا مريح الفتره دي. يعني ممكن ولا مش ممكن؟ لو ليا نصيب هبقى موجود. هو مين حبيبك ده؟ انت ليا حبيبي ده؟ مين حبيبي؟ لا ما حبايبي في مصر هنا. ايوه انت رديت عليا، قلت لك ممكن ترجع لحبيبك مدير فني. حبيبك هو مين؟ حبيبي كابتن علي. هو كابتن علي ماهر. طيب قول لي كابتن علي. يعني من الناس اللي انا بعشقها، والناس اللي هي بصراحه يعني ضافت لي كتير. علي ماهر مدير فني كبير. طبعا طبعا صراحة. من كابتن علي مجتهد جدا، وانا طبعا هو بيحب اللعيبه المجتهده، وانا كنت عايش معاه فتره محترمه يعني. علي ماهر ده يعني بصراحه ادى مثل للمجهود الكبير، وادى مثل للصبر، وادى مثل ان واحد يبقى واثق في نفسه. لا. تعب كتير وشيء كتير ده. علي ماهر ده بصراحه جابها من تحت الارض. دي حقيقه بصراحة. اكتر واحد بيشتغل، واكتر واحد ما بيطلعش من اوضه الاجتماعات. يعني ما بيطلعش خالص، بيفضل شغال طول الوقت، ليل نهار ليل نهار. ما بي لا الحمد لله يا كابتن، انا اتمرنت مع يعني المدربين كلهم الحمد لله الفتره الاخيره، حاجه مشرفه يعني. فاضل فيها كام سنه؟ بص يا كابتن، انا طول ما انا واقف على رجلي، وطول ما انا محافظ على نفسي، وطول ما انا بجتهد، مش هبص لها لكام سنه. لان انا بعتبرها السن ده مش مقياس عندي. انا من ساعه ما بدات، ويمكن الحمد لله حاططها في دماغي، ان انا اول ما احس ان انا بدات اثر في حاجه، يبقى اقدر اقول لك ان انا
أأخر السنين. يعني دايما بيبقى في ساعات تصريح طموح كده يقول إيه؟ إن شاء الله بإذن الله لحد كذا سنة هو دي طموحي، وبعد كده نتكلم. لو اتكلمنا في على الواقع يعني إن شاء الله 3 سنين كمان لو على الواقع. لكن لو أنا كسرت زي ما أنت شايف إن أنا بكسر أي حاجة كده، قول يا رب يا رب يعني إن شاء الله حافظ عليا ومبقاش. أنت عايز تعدي الثلاثة كمان؟ أنا عندي المقدرة على كده. ربنا يساعدني وإن شاء الله قادر إن أنا أعمل كده. عندك الطموح ده؟ عندي الطموح وعندي الجهد. أنا أهم حاجة عندي الجهد والتعب. في أكثر من فريق مكلمك دلوقتي؟ فيه، بس أنا لسه زي ما قلت لحضرتك أنا في فترة دلوقتي ملخبطة بالنسبة لي، وبعد خروجي من النادي المصري إن أنت أنا ما كنتش عامل حساب يوم زي ده. فخروجي من النادي المصري خلاني غيرت حساباتي، وخلاني إن أنا هبدأ الفترة الجاية يعني هدور يعني هبحث العروض صح واخد قرار صح. يعني مين اقرب لعيب ليكي في المصري؟ لا يعني ما لعيبه كلهم اخواتي، وما النادي المصري احنا كنا عايشين في برج العرب اكتر ما بقعد مع اولادي. صح. فكلهم واحد، يعني كل بشوف كل واحد كل دقيقه. طب مين اللي تلومه وتقول له يعني كان لازم ترفع عليه سماعه التليفون؟ اللي ألومه وأقول له لكن لسه جماهير النادي المصري. إن أنا ما عملتش حاجة وما قصرتش في حاجة ولا عمري قصرت معهم دقيقة ولا نقطة عرق. ما أعتقدش إن هم اللي بيقول عليا كلام غير دوت يبقى ده واحد ما بيحبش النادي. ومين من اللعيبة؟ لا اللعيبة كلموني، ما أصل أنا ما فيش حد. يعني أكيد في واحد أنت ممكن تقول له يعني إيه مستني تليفونك. ما انا زي ما قلت لحضرتك السنه في برج العرب ده عايش مع كل اللعيبه، انا كنت بتعامل معاهم واحد 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 كانهم اكتر من اخواتي، يعني كلهم كنت بعملهم زي محمود اخويا يعني ومحمد اخويا، ما كنت بتعامل معاهم كده. ما فيش حد لو انت كابتن حتى بالاجانب وبالافراد. لو انت كنت كابتن فريق واحد غيرك شال الليله كنت عملت ايه؟ لا اكيد كنت هقف جنبه، اكيد كنت هساعده، لان لو مظلوم كنت هساعده. تعمل ايه؟ لا هعمل ايه، هطلع على مجلس الاداره واتكلم معاهم واقول لهم ان الراجل ده ما عملش كده، والراجل ده حاجه مشرفه، والراجل ده طول عمره بيساعدنا. وده اللي كان بيحصل كابتن سيف، يتقال الحقيقه. ده اللي حصل معاك بالصوره اللي ترضيك؟ لا ما حصلش معايا لحد دلوقتي. يعني انا اللعيبه اتكلمت ودافعوا، بس يمكن اللعيب بيقلق بس يخاف على انا، يمكن عشان موجود مش موجود ممكن هو يكون قلقان من كلام يقوله الفتره ديت او يتكلم. لكن اللعيبه لو عايزه تتكلم، لا احمد شديد كان بيعمل المستحيل عشان النادي المصري يفضل فوق، احمد شديد كان بيعمل المستحيل عشان النادي المصري ياخد البطوله الكونفدراليه، وانا قلت لهم دي فرصه مش هتيجي تاني. احمد شديد كان بيعمل حاجات كتيره عشان خاطر جمهور مصري يبقى مروح مبسوط من برج العرب وهو بيجي يشجعنا. عملت كل ده وكان بيتقال في غرف الملابس الكلام ده، بس للاسف الكلام اللي كان بيوصل العكس. اعتقد كل حاجه وصلت وكل حاجه وصلت في مكانها. عندك اي حاجه تانية نفسك تقولها؟ لا يا كابتن انا طبعا بشكرك، انت شخص غالي عليا ربنا يخليك من زمان طبعا حبيبي. يعني وبشكر مره تانية جمهور النادي المصري على الفتره اللي انا قضيتها في النادي المصري، وبتمنى مفيش حد يزعل مني لو انا ممكن اكون زعلت حد هناك. انا ما اعتقدش ان انا ممكن اكون بزعل حد اصلا، انا شخصيتي طيبه وكل اللي وصل لهم دوت كان كفش فدا مش اكتر. ان انا اشيل الليله ديت كان كفش فدا، انا ما عملتش اي حاجه من دي. انا زي ما قلت انا مظلوم تاما في الموضوع ده خالص، واتمنى النادي المصري يخرج من الموقف اللي هو فيه، واتمنى الجماهير اللي بتحب النادي المصري بجد تنقذ النادي المصري بلاش مصالح شخصيه. ان شاء الله باذن الله المصري يرجع لمكانه، وكل التوفيق ليه والمجلس ادارته، كل التوفيق ليك في طريقك اللي جاي، وان شاء الله باذن الله كالمعتاد تتالق في المشوار الجديد ان شاء الله. كابتن سيف و ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك انا بجتهد وهتعب وهفضل اتعب، وان شاء الله
هنرجع نقعد مع بعض تاني وهتقول ان انت ما زلت متالق، لان انا اي نادي زي ما قلت لحضرتك لا انا متاكد من كده ما تقلقش. ان شاء الله ربنا يديك الصحه يا رب، مش عايزين نحسدك بس ان شاء الله انا عارف ان هقعد معاك تاني في حته تانية ونكون ان شاء الله باذن الله متالق مكسر الدنيا باذن الله يا كابتن. بشكرك شديد. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. خلصنا حلقتنا ان شاء الله باذن الله، يعني اتمنى كل التوفيق فقرتنا، اتمنى التوفيق للنادي المصري لمجلس ادارته، اتمنى التوفيق لاحمد شديد. احمد شديد الحقيقه من الناس الطيبه والمحترمه جدا، بغض النظر عن سوء التفاهم ان شاء الله ترجع الامور لمجاريها وتمشي الامور بشكل طيب، اتمنى له التوفيق في سكته القادمه ونرجع نقعد تاني ان شاء الله باذن الله ومكسر الدنيا ونرجع نتكلم على المصري وهو في مكانه ان شاء الله باذن الله اللي دايما جمهوره بيتمنى ان هو يكون فيه. فاصل وبعد الفاصل عمرو علاء في حلقه النهارده من العيار الثقيل، هتشوفوا النهارده عمرو محضر ايه لعلاء. علاء هيسكت؟ لا ده هيعمل عمل جامده جدا النهارده بعد الفاصل. مبادرة حياة كريمة مبادرة رئاسية فريدة في نوعها، مبادرة جديدة على يمكن المجتمعات الدولية كلها، كمان في تاريخ مصر ما حصلش هذا الاهتمام بالريف المصري والمواطن المصري بكل طبقاته زي ما شايفينه في حياة كريمة. حتى لو حياة كريمة يعني ده وقته ان يحصل يعني رفعة مجتمعية متكاملة لكل طبقات المجتمع من ضمنها الريف المصري اللي احنا يعني دايما ليه صورة ذهنية دايما الريف في دماغنا في أفلامنا في الدراما، ده بيتغير تماما هذه الصورة، حتى لا ده لو يعني أخد وقت وجهد وأكيد موازنات، لكن ده شيء مهم جدا جدا جدا. يعني حياة كريمة كمان تطور الفكر الثقافي زائد الإنشائي بمضامين مختلفة. الحقيقة من أحد أو أحد المنتجات اللي خرجت عن المبادرة الرئاسية هي مؤسسة حياة كريمة، وهي مؤسسة تهدف كزراع استثماري كبير جدا لخدمة مستهدفات حياة كريمة، وده هياخد الجانب التشغيلي والتفاعلي والمجتمعي لمستهدف حياة كريمة. احنا في وزارة الشباب والرياضة في الحقيقة عندنا أعمالنا ومبادراتنا الكبيرة والكتيرة جدا لحياة كريمة في المجال الرياضي وفي المجال الاجتماعي والمجالات المختلفة، لأن عندنا مراكز شباب اللي ما يربو على 5000 مركز شباب، وإحنا في المرحلة الأولى لحياة كريمة عندنا 1041 مركز شباب، من ضمنها زي ما قلت 266 مركز شباب إنشاء جديد خالص في المرحلة الأولى، والباقي هو تطوير لمراكز شباب بالمفهوم بتاعها. احنا كمان بناخد خط تاني، هو طب بعد الانشاء والتطوير ما هو لازم يكون الخدمة المقدمة المجتمع لازم يكون متطورة بشكل يعني يوازي فكريا مفهوم ومضمون الحياة الكريمة. البروتوكول النهاردة من أهم البروتوكولات اللي عقدتها مؤسسة حياة كريمة مؤخرا، لأن الحقيقة وزارة الشباب والرياضة ليها دور ملموس وقوي جدا في مختلف القرى والمحافظات لجمهورية مصر العربية من خلال مراكز الشباب المنتشرة في كافة القرى، واللي بتعتبر الحقيقة مراكز الشباب هي نموذج مصغر للقرية لأنها بتجمع مختلف الفئات ومختلف الأعمار وفيها مختلف الأنشطة. يعني ما بيكون في مبادرة رئاسية تخص الصحة تخص وزارة التموين وخلافه بيكون مقرها من المقرات الرئاسية فيها هي مراكز الشباب، فبالتالي مراكز الشباب من أهم النقاط اللي محتاجين نشتغل عليها في القرى محافظات ومبادرة حياة كريمة، وكمان عشان نقدر نوصل للشباب في هذه القرية وهو القوة المحركة للقرية. الحقيقة هي مبادرة رئاسية، ولكن نظرا لعدد المتطوعين الشباب في هذه المبادرة فهي أيضا مبادرة شبابية بتسعى لخدمة كل محافظات جمهورية مصر العربية وكافة القرى. زي ما سيادة الوزير تفضل قال، احنا كان عندنا مصطلح القرية المحرومة، لكن احنا النهاردة الحمد لله بفضل شباب المتطوع اللي حضرتك بتتكلم عنهم ودور الشباب في المبادرة، الحقيقة المبادرة قايمة على دور يعني دور كبير جدا واساسي للشباب وهم الركيزه الاساسيه، وده من خلال مؤسسه حياه كريمه اللي احنا بنمثلها النهارده وشباب المتطوع واللي تعدى 30,000 متطوع في مؤسسه حياه كريمه حتى الان، وما زال باب التطوع مفتوح طبعا لكل الشباب من كل المحافظات انهم يقدروا يتطوعوا ويكونوا معانا ترس في عجله التنميه وخدمه الوطن في كافه القرى المصريه.